هلو كي جي تو، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله عندنا انجليش. تعالوا كده نشوف مع بعض هناخد ايه النهارده. هنراجع على الحاجات اللي احنا خدناها كده. يلا بينا نشوف ايه اللي هيظهر لنا دلوقتي. هناخد ان شاء الله جرامر. فاكرين الجرامر اللي احنا خدناه على مدار الترم؟ يلا بينا نشوف كده ايه الجرامر اللي احنا هنراجعه سوا. هناخد a و an. هناخد ايه؟ a و an. يلا مع بعض كده تعالوا ان شاء الله نتعرف على الحروف الشائية. الحروف الشائية vowel letters. اسمها ايه الحروف الشائية؟ vowel letters. تعالوا كده نغنيها بأغنية. هنقول ايه؟ ال a ضربت e قالت i o u. تاني ال a ضربت e قالت I O U. عرفنا كده ايه هي الفاول ليترز بتاعتي. طيب يلا بينا كده يا سنة تانية نتعرف على مثال. ها اول حاجة هيظهر لنا مين؟ ان. ان هقول ايه؟ ان ابل. ابل بتبدأ بليتر A. ان ايج. ان ايس كريم. ان umbrella. تاني an apple, an egg, an ice cream, an umbrella. كلهم بيبدأوا ب vowel letters فهنحط لهم an. تعالوا كده نشوف اللي وراها. a دي بقى يا سنة تانية حارس ضعيف. يجي زي مثلا كلمة ايه؟ a pen, a kite, a dog, a fish. تاني a pen, a kite, a dog, a fish. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي هيظهر لنا تمرين exercise. بيقول لي exercise put a or an. put a or an. يلا بينا. ظهرت لي صورة الحروف الشائية اللي هي كنا بنقولها في الأغنية. الـ A ضربت E قالت I O U. طيب يعني معنى كده الحروف الشائية بتاعتي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. يلا نبص كده على أول كلمة عندي ant. تبدأ بليتر A. بتبدأ بليتر A. بتبدأ بليتر A. تاخد A. تاخد an لأن ليتر A من وردة الحروف الشائية فهقول an ant. طيب كلمة boy تبدأ بليتر B. البي من الوردة؟ لا مش من الوردة الحروف الشائية يبقى تاخد a. a boy. عندي بعد كده flower. flower تبدأ بليتر F مش من الحروف الشائية يبقى تاخد a. a flower. وعندي آخر كلمة كلمة elephant. elephant بتبدأ بليتر E. الإي من الحروف الشائية؟ يبقى تاخد an. an elephant. طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف القاعدة التانية في الجرامر معانا. سؤال بيقول لي ايه؟ what color is it. what color is it يعني ايه؟ what color. what color يعني ما لون. what color ما لون. طيب تعالوا نشوف الالوان اللي احنا خدناها مع بعض قبل كده ونراجعها سوا. لون يعني color. طيب تعالوا كده نشوف. اول color عندي red. احمر يعني red. احمر يعني red. تاني لون معايا اخضر. اخضر يعني green. اخضر يعني green. طيب نشوف تالت حاجة. ها pink. pink. بعد كده عندي لون ازرق. ازرق يعني blue. ازرق يعني blue. بعد كده عندي اصفر. اصفر يعني يلو. اصفر يعني يلو. طيب عندي بعد كده لون ابيض. ابيض يعني وايت. ابيض يعني وايت. وعندي لون اسود. اسود يعني بلاك. اسود يعني بلاك. واخر لون عندي اخذناه مع بعض بني. بني يعني ايه؟ براون. بني يعني براون. طيب تعالوا دلوقتي ناخد اكسرسايز على الكلام اللي احنا قلناه ده. الاكسرسايز بيقول لي ايه؟ انسر. انسر. انسر يعني اجب.
answer يعني أجب. طيب السؤال بتاعي بيقول إيه؟ قلنا what color is it؟ what color is it؟ طيب ظهرت لي صورة إيه؟ صورة شمس. الشمس دي لونها إيه؟ أصفر. أصفر يعني يلو. طب تعالوا نشوف هنجاوب على السؤال بتاعي إزاي. أول حاجة نشطب على what واشطب كمان على كلمة color وكمان أشطب علامة الاستفهام. طيب بعد كده هنعمل سباق بين الإيز والإيت، مين اللي هتكسب؟ إيت. طيب أنزل إيت بليتر أي كابيتال، ومين اللي جت متأخر؟ إيز. يلا واكتب اللون بتاعي على طول، خلينا عارفين إن الألوان ما تاخدش آ ولا آن، ما تاخدش حارس، هنزل باللون على طول. طيب هي لونها إيه؟ يلو، يبقى إيت إز يلو، إيت إز يلو. يلا نشوف مع بعض سؤال تاني، برضو السؤال أنسر. والسؤال بتاعي اللي احنا خدناه النهارده what color is it يعني ما لون. بص ظهرت لي صورة شجرة. طيب هنعمل ايه زي ما اتفقنا؟ هنشطب على what واشطب على color واشطب على علامة الاستفهام واعمل سباق بين is و it، وقلنا اللي هتكسب it تنزل بليتر i capital وراها المتأخرة is واكتب وراها اللون على طول it is green. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني معايا بيقول لي what color is it يعني ما لون. تعالوا نشوف الصورة اللي هتظهر لي كده، ظهرت لي لون ايه؟ لون ازرق. ها برضو هشطب على what وcolor وعلامة الاستفهام واعمل سباق بين is وit، وهتكسب معايا it انزلها بليتر i capital وانزل وراها بis اللي هي جت متأخر واكتب اللون على طول ها it is blue it is blue. وكده يبقى احنا راجعنا مع بعض what color is it. شكرا يا سنة تانية واشوفكم ان شاء الله في مرة تانية. goodbye.